يا مساء الفل على الناس سهرانين. سهرانين دايما بيجمع الحبايب. النهارده بقى معانا اتنين من الحبايب واللي غاليين على قلبنا كلنا. معانا اختي وحبيبتي ايتن عامر. مساء الخير. ازيك يا ايتن؟ عامل ايه الاخبار؟ مش عارف، حاسس ان خلاص بقيتي مرتبطه بحته ان هو مش يعني اجي اقول لك ايه يا ايتن، لا حاسس عايز اقول لك ايه يا ست وانا. اه والله العظيم مش عارف ليه. مش عارف كل الناس والله العظيم، انا لما حد بيقولها لي بروح بص لهم كده، لو عايز اقول لهم يا جماعه بتدخلوا لي من ثغراتي. انا عايز ثغره كده صغيره معلش. الله. ايوه. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله تمام. انت كمان والله. مامتك عامله ايه؟ حلو، تسلم عليك. كل شويه تقولي ماما عايزه تشوفك. والمصحف لو كنت تعرف ان انا جايه النهارده كان زمانها دلوقتي مستخبيه في شنطه العربيه. لا احنا هنخلص دلوقتي ونروح لها. يلا بينا على طول. منوره. ميرسي. عشان القعده الحلوه دي طبعا معانا واحد بقى بصي انا بحبه جدا. وانا. ومصر كلها بتحبه. ايوه. معانا النجم اخونا وحبيبنا محمود الليثي. ايوه. ايوه يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ازيك يا ايتن؟ ازيك يا ليثي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ زي الفل. دايما بقول معانا محمود الليثي، بحس الناس ترى ليه لا لا لا. الموضوع بيلخبط شويه. طبعا الموضوع ده تعالى هنتكلم في الموضوع ده بعدين. يلا بينا. اخباركوا ايه؟ كله حلو. وحشني. انت كمان. بقالنا كتير انا شفتك قريب، احنا كنا مع بعض في الاعلان. ايوه. واحنا بنضحك عليه قال لك مش عارف. مش عارف. مش عارف. كان اول مره اقابل محمود، خلي بالك. والله العظيم. لا مش هتشبع منه ده. ومش اخر مره. لا ومش اخر مره. ده انت ناويها بقى. لا لا لا، وهتشوف حاجه قريب كده هتتبسط قوي يعني. ان شاء الله يا رب. بس يعني انا اتعرفت على محمود قريب جدا حوالي 3 شهور، ومن الناس اللي فعلا كان نفسي اتعرف عليها من زمان. والله انا نفس الاحساس. شخص محترم ودمه خفيف وممثل جميل طبعا، وكل الناس بتحبه. كانت قاعده حسيت ان انا اعرفه بقالي مثلا 10 سنين. حقيقي. والله العظيم. على فكره ده حصل لي برضو اول ما قابلته اول مره في اسن ال، هو يمكن عارف. فاكر. انتوا تقابلتوا؟ انتوا مره واحده. تقابلتوا مره واحده، ما تقابلتوش تاني؟ لا تقابلنا كتير طبعا يعني. لا احنا تقابلنا اول مره كنت جيت حضرت المسرحيه عند استاذ خالد. أيوة جلال. طبعا. وكنت معجبه جدا بالاداء بصراحه. دكتور خالد جلال يعني بيقدم كل فتره مواهب بجد بتبقى يعني طبعاً. مفيده لينا احنا حتى في الوسط. طبعا. تحيه كبيره يعني لاستاذ خالد جلال طبعا. حقيقي مكتشف مواهب عظيم. لا خالد جلال يعني مطلع ابطال. كتير ابطال يعني من دفعات كتير حقيقي. وما شاء الله عليهم دلوقتي كلهم نجوم كبار يعني. زي كده طبعا. زي طبعا. مع اني اول مره عند استاذ خالد جلال وما اتقبلش، هو اترفض اول مره صح؟ حصل. قول بقى، قول اللي حصل عادي بقى. خلاص قابلت بقى، بقت نجمه اهو ما شاء الله عليك يعني. طبعا انا ما بخجلش من اي حاجه قديمه يعني. بخجلش من تاريخي يعني. خالص الحمد لله. ابدا لك منين طيب؟ من اول ما اترفضت؟ من اول لا انا احكي لك قبلها بشويه. من قبل ولا بعد؟ قبل الرفض بشويه عشان يبقى احكي لنا دخولك بقى يعني التجربه كانت عامله ازاي؟ بص هو انا رحت اتفرجت على قهوه ساده تمام؟ وقلت خلاص هو المكان ده انا هطلع منه، هو ده التارجت بقى. فرحت قدمت في الدفعه اللي كان فيها علي ربيع واسقس وتوتا يعني ناس جامده جدا كله. يعني عمالقه. فقدمت في الدفعه دي، احنا كنا مقدمين 5000 واحد، انا صفيت لحد اخر 200. حلو. فحسيت بجمدان بقى ما فيش بعد كده. خلاص انت كده يعني عديت. انا شاب جاي من الاقاليم فخلاص انا معدي يعني. لحد مثلا قعدنا ورشه 3 ايام، الورشه دي كانت طحن يعني. كنت انا بسافر بقى من بورسعيد لاجي الورشه 3 ايام. انت اصلا من بورسعيد؟ لا انا من اسماعيليه بس كنت بشتغل مهندس في بورسعيد. هي قصه كبيره قوي. قال لك باجي من بورسعيد. انت بورسعيد؟ لا انا من اسماعيليه. طب ايه اللي بيوديك بورسعيد؟ هنروح لها بعدين دي. كنت ماشي. شغال هناك يعني. طيب. فبعد الورشه ديت حسيت ان انا مش احسن حاجه يعني بصراحه يعني. بعد ال 200؟ بعد في وسط ال 200 بقى، ال 200 اللي بيصفوا في الاخر دول. وبعد كده رجعت اشتغل مهندس عادي ومفيش اي حاجه والدنيا لطيفه جدا. لحد ما جه مثلا ميعاد النتيجه. فانا كنت بقى ايه، انا احكي لك الاتموسفير بقى كله عامل ازاي. انا شغال على كراكه في بحيره المنزله تمام؟ وعندي مشاكل الدنيا والاخره وفي حته زي جبل كده يعني. احنا كراكه جزء في الميه وجزء في الجبل.
فانا قاعد على الجبل ده وقاعد بكلم محمد محمدي المؤلف. وانت على الكراكه؟ انا كنت على الجبل بقى ساعتها. سبت الكراكه يعني. عشان ابعد عن الناس عشان اخد راحتي يعني. ايوه. فقعدت اكلم محمدي عشان اعرف النتيجه، كل الناس بدات تبارك لبعضها على الفيسبوك وبتاع مش عارف ايه، اكلم محمدي اكلم 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 ما بيردش. ساعتين ثلاثه مفيش اي حاجه. فالمهم في الاخر خالص راح محمدي مكلمني. قال لي ليسي انا اسف. انت معانا. انا اسف انت معانا. فقلت له اسف ليه يا محمدي؟ عشان ما ردتش عليه. قال لي لا عشان انت ما اتقبلتش. فالمهم انا بقى عشت حاله من الحزن الكآبه وفضلت ماشي في الجبل بقى يعني بص ومزيكا وراك كده. والله بص حاسس ان انا في فيلم عربي يعني. المهم يعني ايه بعد كده اكتئبت مثلا بتاع سنه. سنة حاجة بسيطة يعني. يعني ما اكتئبش يومين ثلاثة وبعدين فك يعني. وشوف هيعمل ايه بعد كده. سنة يعني قعدت شوية. ما حاولتش اعمل حاجة في السنة دي؟ لا بعمل، انا طول الوقت بعمل. بس وانا مكتئب يعني. سايبه في قلبي بس. بس انا بعمل حاجات كتير. فقريت اعلان ان هم عامل ورشة بفلوس، فقلت بقى خلاص هدفع فلوس واخش بفلوسي انا همثل بفلوسي تمام بقى. فرحت دافع لقيت في اختبارات، قلت يا دي برضو هتاخد فيلمتين تاني هدفع وهختبروني واكلم محمدي وانا على كراكه تاني. فالمهم لا بس المره دي يعني قبلت يعني الحمد لله عشان بفلوس مش بمجهودك يا بيه. خلاص بقى يا استاذ امير. انا عديها. بس هو ما شاء الله يعني برضو يعني هو قدم في مسرح وما شاء الله يعني في فنون مسرحيه واترفض برضه. برضه في اصرار. في اصرار اهم حاجه. في حزن. ايوه في حزن. انا قدمت في فنون مسرحيه، قدمت 3 مرات فنون مسرحيه، قدمت في برنامج مواهب يعني مش هقول اسمه يعني 3 مرات وكنت بتقبل يعني. انا كنت بتقبل، كنت عامل فرقه مسرح والله العظيم، وكانوا يقولوا لي كتير مهضوم كتير شو مش عارف ايه وشو ايه وشو ايه والحاجات الشوهات الكتير لبنان الكتير ده تمام. وانا ابعت لك وبتاع ومش عارف ايه، ويبعتوا طب صور لنا فيديو، اروح مصور فيديو، اجمع الرجاله ويلا نصور فيديو، مش عارف ايه يلا. المهم كل الحاجات دي كل شويه بتدي امل قوي كبير قوي، وفي الاخر لا انت مش معانا، او محدش بيرد او مش عارف ايه. انا في مره انا كنت عامل فرقه مسرح كده تمام. معلش انا بتكلم كتير ولا عادي؟ لا عادي خد راحتك. تمام. احنا قاعدين للصبح، انا ورانا حاجه. سهرانين. سهرانين. بعدين ايتن جت قبل كده فاتكلمنا كتير. بجد والله؟ ما شفتش الحلقه دي. لا 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 ده على طول. لا دي ايتن دي من فنزات. ايتن دي صاحبه البيت يعني. الله يخليك والله. الله يخليك كرسي. ما اللي بيجي مره هنا ليسي ما بيجيش مره عادي. احنا كل سنه كده بنحب نكلم بعض نتقابل هنا في المكان الحلو ده. يعني اتمنى تكلمني السنه الجايه. ان شاء الله. ان شاء الله. حسب يعني هتعمل ايه النهارده. Hey.